مره ما عندهم السرعه من الاطارات الميديوم ايضا المرسيدس. بعتقد بوتس بيحصل على البول. نعم بوتس حصل على البول بوزيشن، هاملتون ابطا بلفته الثانيه، لكن ماكس فيرستابن لم يتمكن حقيقه. لا فيرستابن ايضا انتهى ما قدر يعمل لفه طائره اخيره. هون عم نشوف الفرحه على وجه فريق المرسيدس. اذا فالتيري بوتس في هذه الاثناء يسجل البول بوزيشن رقم 16 في مسيرته.